بروكسل الحكومة الفلامانية وممثلو الديانات والفلسفات المعترف بها يوقعون اتفاق التزام بالحريات. في المغرب الاحتجاجات متواصلة بمنطقة الريف للمطالبة بإطلاق سراح المعتقلين والتزام من النيابة العامة باحترام القانون وضمان قرينة البراءة في محاكمة الموقوفين. الأخبار الدولية تنقلنا إلى كل من الجزائر الفلبين وسوريا. وفي النشرة شهادات بعض الفارين من جحيم الحرب على أقلية الروهينجا المسلمة في بورما. أسعد الله أوقاتكم سيداتي وسادتي وأهلا بكم في عرض إخباري جديد من قناة المواطن بروكسل. تم اليوم ببروكسل توقيع ميثاق التزام بالحريات بين الحكومة الفلامانية والديانات والفلسفات المعترف بها في بلجيكا، وهي المسيحية بطوائفها الثلاث واليهودية والمسلمة إضافة إلى العلمانية. ويسعى هذا الميثاق إلى إيجاد أرضية للحوار بين هذه المعتقدات والحكومة الفلامانية. وقد عبر ممثلو الديانات والفلسفات التزامهم بكل ما من شأنه خلق جو من التعايش وتحسين مستوى العيش ببلادنا. في المغرب لا زالت مناطق الريف تعرف احتجاجات يومية مطالبة بإطلاق المعتقلين وعلى رأسهم زعيم الحراك ناصر الزفزافي. وكانت السلطات المغربية قد اعتقلت الزفزافي يوم الاثنين بعد 3 أيام من الفرار على إثر توقيفه إمام الجمعة عن الخطبة التي اعتبرها تحريضا ضد الحراك الشعبي بالريف. واعتقلت السلطات 40 شخصا آخر، 25 منهم قدموا إلى المحاكمة، وأطلق سراح 7 بكفالة و7 بدون اتهام. وارتباطا بنفس الموضوع، أكد القاضي الملحق بوزارة العدل المغربية هشام البلاوي أن جميع الأشخاص المتابعين في أحداث الحسيمة أو الموقوفين على ذمة البحث سوف يتمتعون بجميع الضمانات التي يخولها لهم القانون، وفي مقدمتها قرينة البراءة، انطلاقا من دور النيابة العامة في إطار الدفاع عن الحقوق والحريات والتي ستتفاعل مع كافة المطالب. وأضاف البلاوي الذي كان ضيفا على النشرة الرئيسية للقناة الأولى أمس الخميس أن النيابة العامة أمرت بإخضاع مجموعة من الأشخاص من المتابعين للفحوصات الطبية وهي تتفاعل مع طلبات دفاعهم. الأخبار الدولية المختصرة تنقلنا إلى كل من الفلبين، الجزائر وسوريا. أصيب 10 أشخاص بجروح خلال التدافع الذي تلا إطلاق النار الجمعة في منتجع بمانيلا قريب من المطار الرئيسي في الفلبين. وعثرت السلطات على جثة 36 شخصا داخل كازينو في العاصمة بعد أن فتح مسلح النار من بندقية أوتوماتيكية وأضرم النار في إحدى الغرف، مؤكدة أن الهجوم ليس إرهابيا. وكان تنظيم الدولة الإسلامية قد أعلن مباشرة بعد الهجوم تنفيذ عناصره للعملية بحسب مركز سايت الأمريكي المتخصص بمتابعة المواقع الجهادية على الأنترنت. أفادت السلطات في الجزائر الخميس نيتها استقبال مجموعة من 40 لاجئا سوريا عالقين منذ منتصف أبريل على حدودها مع المغرب. ونقلت وكالة الأنباء الرسمية عن متحدث باسم وزارة الخارجية أن الجزائر أبلغت المفوضية العليا للاجئين في الأمم المتحدة أنها قررت لأسباب إنسانية استقبال مجموعة من الرعايا السوريين من بينهم امرأة حامل وأطفال عالقين منذ 17 أبريل الماضي بمنطقة فيجيك في المغرب. أعلن الكولونيل راين دايلان الناطق باسم التحالف الدولي الخميس أن نحو 200 ألف شخص غادروا مدينة الرقة السورية التي تشكل عاصمة تنظيم الدولة الإسلامية، والتي يستعد التحالف وحلفاؤه من المقاتلين الأكراد والعرب لشن هجوم عليها. وصرح في مؤتمر عبر الدائرة المغلقة من بغداد أن عدد النازحين من الرقة ارتفع إلى 200 ألف، بينهم 92 ألفا باتوا في مخيمات للنازحين. ويدعم التحالف الذي تقوده واشنطن منذ نوفمبر هجوما تشنه قوات سوريا الديمقراطية ضد الجهاديين تمهيدا لاستعادة الرقة، وتضيق قوات سوريا الديمقراطية الخناق على المدينة. وذكر دايلون بأنها قررت أن تطلب من المدنيين مغادرة المدينة قبل بدء الهجوم.
قضية أقلية الروهينجا في بورما بدأ يطالها النسيان في ظل الأحداث المتوالية عبر العالم، ولكن هذه الأقلية المسلمة لا زالت تعيش تحت وطأة الظلم والاضطهاد والجوع والخوف. شهادات لبعض الناجين الذين يواجهون ظروفا جد صعبة في الدولة الجارة لبورما بنغلاديش في تحقيق لقناة فرانس 24. أنا من قرية بوراشي دارابارا في بورما. زوجي قتله الجيش، قام جنود بإخراجه من المنزل ثم أعدموه. وقاموا أيضا باعتقال ابني البكر، هو أب لأربعة أطفال. حاول أبناؤه أن يمنعوا الجيش من اعتقاله، لكن جنودا قاموا بركلهم، وأنا لا أعلم إلى اليوم مكانه. حصلت على القليل من النقود، سأذهب إلى السوق لأشتري حطبا وأرزا وسمكا إن تمكنت من ذلك. ابنتي مريضة ولكنني لا أملك المال لأذهب إلى الطبيب. ما هو المبلغ الذي جمعته اليوم؟ تقريبا لا شيء، 25 سنتا. وأنا 10 فقط. في صباح أحد الأيام وبينما كنت أتوجه إلى الحمام رأيت جنوداً مختبئين هجموا علينا وقاموا باعتقال الرجال واغتصاب النساء. بعدها بثلاثة أيام قاموا بحرق المنازل. هذا حفيدي، أبواه هرب وتركاه. الجنود بدأوا بتوجيه سلاحهم نحوه ولكنه هرب نحوي واحتضنني. بهذا الموضوع انهي نشرة هذا الأسبوع. دمتم في رعاية الله وإلى لقاء آخر بإذن الله.